تحت عنوان شاء عمري. لأول مرة زوج يقيم دعوى قضائية ضد زوجته بالتعسف في استخدام الحق في طلبها للخلع. بالفعل زوج رفع دعوى قضائية يطالب فيها زوجته بالتعويض المدني على خلفية اتهامها بالتعسف في استخدام الحق في طلبها للخلع. أقامت هي الدعوى الخلع بعد كم سنة؟ بعد 30 عاما من الحياة الزوجية، واستولت على ممتلكاته التي قضى عمره في تحصيلها في الخارج لمدة 15 سنة، ثم خلعته. هذه دعوة تعد من الدعاوى المقامة لأول مرة في المحاكم المصرية. بحسب نص القانون المصري فإن الخلع واقع بقضاء القاضي ولا يحق للزوج الاعتراض عليه. حكم الخلع هو حكم نهائي لا استئناف فيه، أصبح واقعا يعيش الزوج من حين إعلان استلام الحكم المذكور. لكن الزوج هنا استند في دعواه القضائية على القانون المدني وحكم سابق لمحكمة النقض. الخلع بالنسبة للمرأة إذا كان ثمة ضرر فهو حق، ولكن متى يعتبر استغلال للرجل؟ والرجل هنا يكون المستغل أو المستضعف. طبعا هو في فرق بين الخلع وفي فرق بين الطلاق. فالطلاق هو ان الزوج كره الحياة مع زوجته، وهنا الامر بيكون بايد الزوج نفسه. انما بالنسبة للخلع فهو ان الزوجة هي اللي كرهت الحياة مع زوجها، وفي الحالة دي هي اللي بتطلب الانفصال او انهاء العلاقة الزوجية. وفي الحالتين في انهاء للعلاقة الزوجية. في حالة الطلاق الزوج بيعطي للزوجة كل مستحقاتها وما اتفق عليه بينهم، وبيتم الطلاق بالتراضي. انما في حالة الخلع الزوجة هي اللي بتعطي لزوجها الصداق اللي نقدمه لها واي هدايا اقدمه لها، وعلشان ايه؟ يتم الانفصال. حقوقها بالضبط كده. ففي الحالتين دول بيكون انتهاء تبرئه بالضبط كده. فهنا بيكون انتهاء للعلاقة الزوجية. المفروض في حال الحادثة اللي احنا بنسمعها دلوقتي دي، لو كان في طمع او استغلال او حاجة زي كده ما بيكونش بعد 30 سنة من الزواج، لان انا سامع ان حضرتكم بتقولوا ان هو قاعد 30 سنة منها. ان الموضوع هنا في الحلقة دي هو موضوع كراهية متراكمة على مدار سنين طويلة قوي، وجي الوقت اللي هي ابتدت تنتقم منه. طب معلش اسمح لي، احنا بنحكي صورة الانتقام بأخذ الأموال وكل الحاجات دي. اسمح لي شوي. هلا في حالات كتير وحالات طلاق بتصير بعد عقود من الزواج، وبكون يعني الهدف منها مش الاستغلال والطمع وما إلى ذلك. في ناس مضطرة أنها بالزبط. ظروفها ما كانت تسمح لها للطلاق، في أطفال كانوا صغار استنوا على بين ما كبروا، فبالتالي مش بالضرورة أن يكون في سوء نية من وراء الخلع في كل مرة. لأنه على علمي أنه يعني عندما تطلب المرأة الخلع ستتخلى عن حقوقها، فبالتالي يعني لا مكان للطمع في هذا الموضوع، هي فقط تريد حريتها. بالضبط، هو الخلع ليس في مجال للطمع. وبالضبط كده، هي لما خدت الفلوس دي وخدت الشقة والحاجات دي ليس طمع بقدر ما هو انتقام. طيب. المرأة طبيعتها اللي ربنا خلقها عليها عطوفة وحنونة وجميلة وطيبة وصبورة. إنما لما بيوصل لوقت فيه الراجل كويس سوء معاشرة وفيه وصبورة، لأن هي الزوجة حضرتك أكتر واحدة حريصة على استقرار البيت ده، احنا جبلنا على كده ونشأنا على كده. وايد بالطلاق الانثى هي ما تطلب الطلاق مباشره وتتاخر على بين ما توصل اولادها لبر الامان. على كل حال ما هو بيتاخر ليه بقى؟ لانها بتصبر مره واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه ويحصل الانفجار. شطاره الزوج انه ما يسمحش بالانفجار ده يحصل. طيب. شطاره الزوج انه دايما يذوب ويدوب المشاكل اولا باول.